بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نواصل قراءتنا في موطأ الإمام مالك في الساحة البرهانية، ووصلنا عند هذه الرواية التي يتحدث فيها الإمام مالك ويدور فيها حول البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. أيقرأ فيها المصلي أو أيبدأ بها المصلي قراءته في الصلاة يجهر بها أم يسر بها؟ وهو حديث رواه أنس بن مالك في عدة روايات. وأنس بن مالك الذي روى عنه سيدنا حميد الطويل، سيدنا أنس روى عنه حميد الطويل، وأنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخويدم النبي عليه الصلاة والسلام. ولست في حاجة أن أترجم لسيدنا أنس، لكن ما من غضاضة أن نمتع القلوب وأن نستمتع بصحبة أنس بن مالك قبل أن نعرف هذه الرواية ونعرف أبعادها. ولقد آثرت أن أترجم لسيدنا أنس في هذا اللقاء قبل أن أقف على هذه الرواية، لأن في هذه الرواية إشكالات، ليس إشكالا واحدا، وإنما فيها إشكالات، وفيها مسائل علمية دقيقة وسنقف معها بإذن الله تعالى. أما أنس فهو غني عن التعريف، لكن انظروا من سيرته رضي الله عنه، من اسمه أنس بن مالك بن بندم بن زيد أبو حمزة الأنصاري الخزرجي المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربائه. وهذه هي اللفة الجديدة، اشتهر عن سيدنا أنس أنه خادم رسول الله، ولا يعرف الناس أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقربائه، فكان يخدم النبي وأولاده، وكان شديد الالتصاق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين. كم سنة؟ 10 سنوات. يعقل ولا لا يعقل؟ كان يعقل، وكان يفهم عن رسول الله ما يقول، وعلى صغر سنه كان شديد النباهة والحب للحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذت أمي بيدي، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخذت أمي بيدي فانطلقت بي إليه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة صلى الله عليه وسلم. لما قدمت المدينة الأنصار رجالا ونساء ماذا فعلوا؟ أتحفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهدية بتحفة فكذا. قالت: وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا ابني هذا. أنا الناس كلها أديتك وكرمتك وقدمت لك، وأنا ليس عندي ما أقدم لك إلا مين؟ إلا ابني هذا، فخذه يا رسول الله فليخدمك بما بدا لك. كأنها أعطت أنسا لرسول الله إيش؟ هدية. فأستطيع أن أقول، ونحن نقرأ الموطأ ونستمتع بسيرة مالك، بسيرة سيدنا أنس، أستطيع أن أقول إن أنس بن مالك هدية الله لسيدنا رسول الله. انتبه، الهدية جاءت من هذه الأم الفاهمة المحبة المتعلقة بهذا الدين، فأهدت ولدها للنبي، ونعم ما فعلت. فإذا أهدى الرجل ولده للعلم والاستقامة والديانة صالح أمره في الدنيا وصالح أمره في الآخرة. اسمع هذه اللقطة العجيبة والرائعة، والتي تدل على أن النبي كما أكرمته أم أنس أكرم النبي أم أنس، بل أكرمها إكراما لا يخطر لك على بال. فإكرام النبي لأم أنس بن مالك لا يخطر لك على بال، إي والله. اسمع كده، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم. مين أم سليم؟ أم أنس بن مالك. فأتته بتمر وسمن، أتته بتمر وسمن، فقالت: هذا لك إطعاما وإكراما يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعيدوا تمركم في وعائكم وسمنكم في سقائكم، فإني صائم صلى الله عليه وسلم، فإني صائم. ثم قام في ناحية من البيت. من الذي قام في ناحية من البيت؟ سيدنا الرسول في بيت أم سليم، أم سيدنا أنس بن مالك. فقام في ناحية من البيت، قال أنس: فصلى بنا صلاة غير مكتوبة، يعني في الفرائض ولا في النوافل؟ في النوافل. صلى بنا، هذا معناه أنهم صلوا
خلفه صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا صلاة غير مكتوبة، فدعا لأم سليم وآل بيتها، مش دعالها هي وبس، دعالها وإيه؟ هذا إكرام النبي لمن؟ لأم أنس، لأم سليم رضي الله عنها الأنصارية المحبة، أكرمها النبي إكراما لا يخطر لك على إيه؟ دعا لها ولآل بيتها. فقالت يا رسول الله، لما سمعت دعاءه لها ولآل بيتها، قالت يا رسول الله إن لي خويصة. إن لي ماذا؟ خويصة. وأنا أقول للمريدين والطلبة والدراويش في الساحة، يا شباب، هل لك مع رسول الله خويصة؟ فإن لم يكن لك معه خويصة فرجع نفسك، فلست على الطريق الصحيح، فقد ضيعت عمرك. هذه امرأة تقول لي عندك ولي معك خويصة، حاجة إيه؟ شديد الخصوصية مع سيدنا النبي. تقول لي إيه هي الخويصة التي تكون بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك تخير، فإن خويصات لا حصر لها مع الأولياء للنبي صلى الله عليه وسلم. خويصة أن تكون متخلقا لبعض خلقه، أو خويصة من أن تكون مطبقا لبعض سننه، أو محبا له صلى الله عليه وسلم. ستنا أم سليم بتقول سيدنا النبي إني لي عندك إيش؟ خويصة. بعدين فقال لها وما هي؟ قالت خادمك أنس. ده بتاعي، ده ولدك، لكن دي حاجة بيني وبينك أنت يا رسول الله، خويصة، خادمك أنس. قال أنس، اسمع بقى اللقطة دي، قال أنس فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. لا خير آخرة ولا خير دنيا، يعني دعا له بكل خير الدنيا وبكل خير الآخرة. وهل يرد دعاء النبي؟ إلا دعا لي به. ثم قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. بعد ما دعا بخير الدنيا والآخرة كمان ضيف عليه إيه؟ اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. قال أنس فإني لمن أكثر الأنصار مالا وولدا، وكان لأنس بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين. مرتين، شفت شجرة بتطلع فاكهة مرتين في السنة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان منه ريحان، عارف أنت شجر الريحان؟ كان هذا الشجر الريحان في جانب من بستانه يجيء منه ريح المسك. تدخل بستان أنس فتشم من شجر الريحان رائحة الإيه؟ رائحة المسك. وهذا بإكرام الله لستنا أم سليم، فأكرم الله أم سليم وأكرم الله ولدها أنس يوم كان لها عند رسول الله إيش؟ خويصة رضي الله عنه. قال أنس فخدمته 10 سنين. خدم سيدنا النبي كم سنة؟ 10 سنين. قال فخدمته 10 سنين فما ضربني ولا سبني ولا عبس في وجهي. ويقول أنس قالت أمي أتيتك به يخدمك فادعوا الله له، فقال اللهم اكسر ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي كثير، وإن ولدي وولد ولدي لنيف ومئة. ولاده وأحفاده أكثر من كم؟ نيف ومئة، يعني حوالي 120 ولد. 120 ولد من أولاد سيدنا، من أولاده وأحفاده، ببركة من؟ ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع المفاجأة. قال أبو اليقظان مات لأنس في طاعون الجارف 80 ابنا، دفنهم بيده هو عايش. دفن من ولاده كم واحد؟ 80 ولد. أكسر الله أولاده، 80 ولدا من أولاده دفنهم وهو حي، ورأى من أحفاده قرابة 100، وفي بعض الروايات قرابة 300، وعاش إلى أن كان من آخر من مات من الصحابة، وليس الآخر على الإطلاق، ولكن كان من أواخر من مات من الصحابة، سيدنا أنس بن مالك. ولماذا أحدثكم كل هذا عن أنس؟ لأقول لكم إن لأنس بن مالك كرامة، فتستطيع أن تضعها تحت عنوان كرامات الصحابة أو كرامة أنس بن مالك. ودعوني أحكيها لكم من القلب للذاكرة، لا أقرأها من ورق. يا شباب، كان لأنس بن مالك أرض بالقرب من المدينة المنورة، يعني خارج المدينة، وكان أنس في المسجد النبوي، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه خادم أرضه الذي كان يخدم أرضه أنس، فجاءه فدخل عليه المسجد فقال يا صاحب رسول الله، يا أنس بن مالك. قال ما بك؟ قال إن أرضك جفت حتى مات زرعها ولا يوجد مطر ولا ماء. قال فما أعدت عليه الكلمة، فتوجه إلى القبلة
ورفع كفيه إلى السماء ودعا. قال: فما أن انتهى من دعائه حتى تجمعت سحابة في السماء، فما أن خرجنا من المسجد حتى أمطرت، وما أمطرت في بقعة من المدينة إلا فوق أرض أنس. فوق أرض أنس. ثم هو يعلم من نفسه أنها كرامة، فقال قال لهذا الخادم، خادم الأرض: انظر الماء هل تجاوز أرضنا؟ وشوف كده يمكن. فانطلق خادم الأرض فجاءه قال: والله يا صاحب رسول الله ما تجاوز الماء أرضك إلا قليلا جدا. هذا معناه أنه كان يعرف أنها كرامة. فكرامة ظهرت على يد أنس بن مالك لخليق أن تظهر على أيدي الأولياء والصالحين وأهل الله في كل زمن ومكان. هل تعد هذه معجزة أم أنها تعد كرامة؟ فكرامة أنس بن مالك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له من زاوية، وببركة العلم والقراءة والدرس والفهم من زاوية أخرى رضي الله عنه وأرضاه. هل شهد أنس بن مالك بدرا؟ أها، قدم النبي وهو ابن كم؟ عشر سنين. فكان عنده 11 سنة لما حصلت غزوة بدر. فهل شهد أنس بن مالك بدرا؟ فإن شهدها فلما لا يعد من البدريين؟ كيف شهدها وكيف لم يشارك فيها؟ يعني كيف؟ يعني شهدها ولا لم يشهدها؟ هذا هو السؤال حقيقة. والبدريون من الصحابة معروفون بأسمائهم، ومدونة أسماؤهم وسيرهم إلى هذا اليوم موجود. يعني اسمع، سأله أحد الناس: هل شهدت بدرا؟ أشهدت بدرا؟ فقال أنس: لا أم لك. فقال أنس إيش؟ لا أم لك. وأين أغيب عن بدر؟ هنروح فيها عن منها فين يعني؟ ذلك بأن أنس خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهو غلام يخدمه، من أجل هذا لم يعده أصحاب المغازي من البدريين، لأنه حضر بدرا وهو غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يا سادة، عمر أنس لسنة 130 أو عاش 130 سنة. أخرج له البخاري ومسلم 180 حديث. روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث. انفرد البخاري بالرواية عن أنس في 80 حديثا، وانفرد مسلم بالرواية عن أنس في 90 حديثا. وأنس من المكسرين، من الذين رووا عن رسول الله أكثر من ألف حديث رضي الله عنه وأرضاه. وهو يروي لنا هذه الرواية التي يقول: قمت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فيها وعلي ولا ما فيها وعلي؟ أبو بكر وعمر وعثمان. فكلهم كان لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. هذا هو الصحابي الذي روى هذه الرواية، ولنا مع هذه الرواية وقفات، لكن في المجلس القادم إن شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.